يعني بوتين واضح جدا ولا يحتاج واحد إلى تأويل نواياه. هو يريد بكل وضوح وبساطة أولا أن تعود أوكرانيا كجزء من الباحة الخلفية لروسيا مثل ما هي الحال عليه بيلاروسيا. بالمناسبة أستاذ أحمد، أنت ذكرت كل الساحات اللي ممكن أن تخترق من قبل الجبهة أو الحدود الروسية الأوكرانية، ولم تذكر الحدود البيلاروسية الأوكرانية اللي فترة لعب فيها أيضا بوتين وحط هذا الاحتمال، وخصوصا من جهة مفاعل تشيرنوبل أنه ربما قد يحصل الهجوم من هذه المنطقة، خصوصا أنها منطقة فارغة وخالية منذ أيام أزمة تشيرنوبل في الثمانينات على ما أعتقد، نعم الثمانينات اللي حصلت هذه المنطقة فرغت كمان، وبالتالي ممكن تعتبر ساحة خلفية ممتازة للهجوم. رغم أني أيضا أتفق معك أنه أنا لا أرجح كثيرا أن يكون الهجوم الروسي الكامل الضخم عن طريق بيلاروسيا، وإنما عن طريق الحدود المشتركة الروسية الأوكرانية. فروسيا تريد أنه أوكرانيا تصبح تعيد مرة ثانية، هذا هدف بوتين الأساسي. والهدف الثاني هو إنهاء الناتو في شرق أوروبا، إنهاء الناتو في شرق أوروبا بحيث تستطيع النفوذ الروسي والقوى الروسية أن تسرح وتمرح في شرق أوروبا مثل ما هي تفعل الآن مثلا في آسيا الوسطى على سبيل المثال. آسيا الوسطى منطقة مفتوحة تماما أمام النفوذ الروسي، وهي تريد أن تحول شرق أوروبا، ومن يدري ربما إذا استجابت شرق أوروبا لهذا الأمر أن تمد موسكو نظريها إلى غرب أوروبا. الغريبة أنه أنا وأنت ندرك هذه القضايا ونحن جالسين بعد ألوف الكيلومترات عن مواقع الحدث، وعواصم الكبرى للمنطقة لا تفعل شيئا أمام مثل هذا الخطر الداهم حتى الآن.